إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم لهذا البرنامج الذي نحاول من خلاله رسم صورة للأمل في ظل الظروف السيئة التي تحيط بالبلاد وأهلها. في حيث الإنسان قصص ملهمة وأخرى موجعة، لكنها جميعا تستحق الدعم، وما يقوم به البرنامج ليس سوى تسليط الضوء على تلك القصص. أهلا بكم. عندما يصبح الماء خطراً مميتاً يحدق بالناس، عندما تتحول بئر الماء إلى قبر ويصبح جوفها مكاناً تولد منه البكتيريا القاتلة، وعندما يترك الصغار حقائب الدراسة من على أكتافهم ليحملوا مكانها اسطوانات البلاستيك الفارغة لجلب المياه، عندما تسابق نساء القرية الشموس في كل صباح للوقوف في طوابير الانتظار الطويلة أمام فوهة البئر، عند كل ذلك يصبح التدخل واجبا إنسانيا في انتظار من يقوم به. برنامج حيث الإنسان كان هناك وترك بصمته في مديرية الأزارق بالضالع. دعونا نتابع. على هامش خارطة العالم وفي أسفل هامش خارطة اليمن، تقع هذه المديرية المصنفة كإحدى أفقر المناطق في البلاد. مديرية الأزارق والتابعة لمحافظة الضالع والتي تبعد قرابة 6 ساعات عن مدينة عدن. تحت سقوف هذه المنازل تعيش قرابة 400 أسرة معاناتها الصامتة كل يوم، وتحت سماء قريتهم يكابدون الحياة بكل ما أوتوا من وسائل البقاء المتاحة بعد أن تجاهلتهم الحكومات المتعاقبة على البلاد، ولم تلقي المنظمات الخدمية على جراحهم نظرة إنسانية واحدة. طويلة قائمة الخدمات التي تفتقدها هذه المديرية، وأطول منها صبر أبناء القرية هنا على غيابها. الطرقات وعرة والتضاريس قاحلة كملامح وجوه سكانها. قسوة غياب الخدمات تنعكس على وجوه الناس هنا، إلا أن ندرة الآبار وشحة المياه ومشقة الحصول عليها هي الأكثر قسوة على قلوبهم. الوضع في القرية وضع مأساوي جدا، ناس يعيشون في حالة مأساوية وحياة معيشية شظيفة جدا، لا توجد مشاريع مياه، لا مركز صحي، لا طرقات، الطرقات صعوبة ووعورة، وقد مات والدي رحمه الله بسبب هذه الطرقات، وتوفى آخرون أيضا بسبب وعورة وبعد الطريق، أيضا لم تمكن حتى من إسعاف المرضى بسبب وعورة الطريق، تسعف مريضا فيفارق الحياة وأنت ماشي في الطريق، بسبب أن البعد عن محافظة الضالع حوالي 3 ساعات ونصف، الطريق بعيدة جدا ومكلفة أيضا على كاهل المواطن والناس بسطاء لا عندهم مهن ولا شيء، يعملون بالأجر اليومي وبالشغل العضلي ما يسمى بالطين بالأحجار أو بالبناء أو من هذه الأشياء، لا توجد عندنا أناس مهندسين أو كوادر أو مقاولين أو مستثمرين، يعني البلاد نائية بمعنى الكلمة. الموضوع المنظمات ضئيل جدا مقارنة بالقرية، القرية قلنا تعدادها حوالي 450 نسمة ويزيد، أكبر تجمع سكاني في حور ظهنية، هذه القرية من أكبر القرى تعتبر تجمع سكاني فيها، فالخدمات المقدمة لا تقارن بشيء مع كثورة الأسر الموجودة والفقر الموجود والحاصل في أبناء هذه المنطقة. أما الجانب الحرثومي حتى أكون صادقا، لا توجد أي شيء من عام 90 إلى الآن لم توصلنا خيرات شيء من خيرات الدولة أو الحكومة، وهذا لم يصلنا منها شيء. بئر واحدة لأربع قرى
في هذه المنطقة المنسية من البلاد، قرية المعلامة، ويبلغ تعداد سكانها 1070 نسمة، وتبعد عن البئر قرابة كيلومتر واحد. تليها قرية المدري، ويبلغ تعداد سكانها 180 نسمة، وتبعد عن البئر مسافة 800 متر تقريباً. ثم قرية القود، ويبلغ تعداد سكانها 130 نسمة، وتبعد عن البئر 500 متر. وأخيراً قرية الخرج، ويبلغ تعداد سكانها 80 نسمة، وتبعد عن البئر 350 متراً. ولأن هذه البئر تكاد تكون هي المصدر الوحيد الذي يغذي أوردة القرية وأبنائها بالماء، تسبب ذلك بعزوف الكثير من فتيات القرية عن التعليم من أجل جلب المياه، وقد سقطت إحداهن فيها لتفارق الحياة وسط مائها الذي كان يفترض أن تعود به إلى المنزل. تقع مهمة جلب المياه في هذه القرية على عاتق النساء، حيث تحاول كل امرأة هنا الاستيقاظ قبل الأخرى حتى تكون أول الواصلات إلى البئر، وتتجنب الوقوف الطويل في طابور الانتظار الذي يمتد شيئاً فشيئاً كلما مدت الشمس أشعتها على القرية. نقوم الساعة 4 نسين الدماء، ندي 20 دبة، نقر ساعة ونص، وساعة ونص نروح به. بلادنا بلاد ريف ونحن فقراء، ونحن كل شيء نحتاج، نحن ماء نحتاج، قرب لنا ماء جونا كل شيء معانا بالماء. تقوم النساء بمهمة جلب المياه صباحا، يفرغن ما جلبنه من البئر لتستلمها الفتيات بعد عودتهن من المدارس. فريال إحدى فتيات القرية التي حالفها الحظ واستمرت في تعليمها حين أجبرت الظروف أغلب قريناتها على ترك مقاعدهن الدراسية من أجل التفرغ لجلب المياه. لكن هذا الأمر لم يعفها من المهمة، فبعد انتهاء دوامها المدرسي تعود فريال إلى المنزل لتستبدل حقيبتها بعبوات المياه الفارغة، وتتجه إلى البئر لجلب المياه. وهكذا تتناوب فريال بين حمل الحقيبة المدرسية صباحاً وحمل عبوات المياه ونقلها طوال ساعات الظهيرة. مئات الأمطار تقطعها أقدام فريال الصغيرة يومياً في رحلة البقاء على قيد الحياة، رحلة جلب الماء الشاقة والخطرة والتي تبدأ منذ الطفولة ولا تنتهي عند عمر معين. لا وقت للعب في أيام فريال،
فالحمولة التي ألقتها الحياة على أكتافها أثقل من أن تسمح لها بأخذ استراحة قصيرة. صعوبة استخراج الماء من جوف البئر وخطورة ذلك على حياة الفتيات الصغيرات اللواتي يقمن بجلبه ليس المشكلة الوحيدة هنا، فبقاء هذه البئر مكشوفة منذ اللحظة الأولى لحفرها جعل منها رحماً خصباً لولادة الأوبئة الخطيرة وحاضناً لتكاثر البكتيريا والجراثيم القاتلة. فحين اجتاح وباء الكوليرا البلاد كانت هذه المياه وسيلة نقل الوباء الأسرع إلى منازل القرية. السبب الرئيسي في انتشار الأمراض هو مياه الآبار المكشوفة، وأهم سبب هو كان انتشار مرض الكوليرا. وعندما انتشرت الكوليرا تم اكتشاف حالات كثيرة، وبدورنا نحن قمنا يعني مواصلة مع الجهات المختصة بمكتب الصحة بالمحافظة، وتم اعتماد لنا بعض زوايا الإرواء وقابلنا هذه الحالات يعني بقدر المستطاع، ويعني حصلنا أكثر من 50 أو 70 حالة كوليرا في قرية المعلمة. لتجنيب فريال وقريناتها مأساة هزت قلوب سكان القرية من قبل حين ابتلعت البئر إحدى فتياتها، وللتخفيف عنهن من مشقة جلب الماء والوقوف الطويل في طوابير الانتظار، ولحماية بقية سكان القرية من الأوبئة التي تسببت بها مياه البئر الملوثة، قرر فريق حيث الإنسان التدخل ومد يد العون من أجل المساعدة. بعد دراسة أعضاء فريق البرنامج نوع المشروع الممكن تقديمه لهذه القرية، تم الاتفاق على تركيب مضخة تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية لرفع المياه من جوف البئر وبناء خزان يحوي عدداً من الصنابير. صحيح أن المشروع لم يقطع سوى نصف الطريق في رحلة أبناء القرية الشاقة للحصول على الماء، لكنه يفتح الأبواب التي ظلت مغلقة لفترة طويلة أمام الحكومة والمنظمات الإنسانية وفاعلي الخير من التجار وأصحاب رؤوس الأموال للمشاركة في قطع ما تبقى من طريق هذه الرحلة.
إذن الماء سر الحياة وأبسط حقوق الإنسان في هذا العصر، غير أن الكثير من اليمنيين لا يزالون محرومين من هذا الحق ويخوضون كما شاهدنا رحلة كفاح مريرة للحصول عليه، وكل هذا في القرن 21 للأسف. ليست الأزارق المنطقة الوحيدة في اليمن التي تعاني من موضوع المياه، هناك الكثير من المناطق على امتداد البلاد. إذن مشاهدي الكرام، قصة الليلة كانت من الأزارق في محافظة الضالع، وبالتأكيد أسئلة وأجوبة هذه الحلقة ستكون من تفاصيل هذه القصة المهمة والمؤلمة لأهالي الأزارق. نبدأ باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام الخاصة في البرنامج والظاهرة معكم على الشاشة، وأذكر بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة يوميا فقط وقت الحلقة بالاتصال المباشر أو طوال اليوم من خلال إجابة على سؤال الواتساب اليومي. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك حسن أحمد صالح من عدن البريقة. حسن أحمد صالح من البريقة في عدن، حياك يا حسن. الله يحييك يا أستاذي، كيف حالك أستاذ سامي؟ الحمد لله، شخبارك أنت؟ والله تمام الحمد لله. والله شوف، نحن من بداية رمضان نحن نتابعك من السنة الأولى، ويعني للأسف أنا يعني مستهن أنا أقول لك إن الكهرباء طافي، وأنا داري إنه المشاهدين كلهم يقولوا لك الكهرباء طافي الكهرباء طافي. طيب. لكن أنا بصراحة يعني آسف إن أنا أقول لك إن الكهرباء اليوم طافي وما شاهدت الفيلم، لكن أنا مستعد إن شاء الله، واللي كاتب لي الله فيه أنا راضي فيه. طيب، أنا بطرح لك سؤال الحلقة وأنت إن شاء الله يكون لك حظ وتستطيع إنك تخمن وتجاوب السؤال. السؤال: ما اسم المديرية التي كان فيها المشروع؟ الإيش؟ اسم المديرية التي كان فيها مشروع حيث الإنسان اليوم، قصة اليوم حيث الإنسان، كانت في أي مديرية؟ أنا الآن سمعت كلمة الأزارق في الضالع. مديرية الأزارق في الضالع، وإجابتك صحيحة ومبروك لك 50,000 ريال. جزاك الله ألف خير أستاذي، بس عفوا يعني ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. يعني اللي أمس فازوا متى بيستلموا؟ لأنه للآن ما اتصلوش عليهم، يكلمنا واحد الآن يقول لي شوف للآن عدو ما اتصلوش علينا. من اللي كلمك؟ إيش اسمه؟ إيهاد. إيهاد اللي أمس اتصلت عليك، إيهاد. أيوه. هل أنتم من نفس الأسرة؟ لا لا، هم نحن جيران يعني. ما شاء الله، أنتم عندكم السنترال في الحارة شكله حق الاتصالات. حياك حياك يا أستاذي. طيب طيب يا أستاذ. أوكي. اللهم صل وسلم على محمد. طيب شكرا لك. حياك حياك. كنت أشكو الحاجة أنا. طيب اتصال آخر. ألو. تمام. الو السلام عليكم. السلام. الو السلام عليكم. انا سلام عبد الله. من معي؟ معك عبد الله بن نمر. عبد الباقي. عبد الباقي. عبد الباري علي نعمان. عبد الباري علي نعمان، من فين يا عبد الباري؟ من تعز محافظة تعز مديرية المعافر. من تعز المعافر. ايوه. طيب عبد الباري، سؤالي لك، اي محافظة تتبعها مديرية الأزارق؟ مديرية الأزارق في اي محافظة؟ محافظة البيضاء. في اي محافظة؟ محافظة البيضاء. البيضاء. طيب محافظة البيضاء. تمام، انا بقول له لا. الو، أنت تقول للأزارق في محافظة البيضاء؟ محافظة البيضاء. لا، مش في البيضاء، البيضاء إجابة خاطئة. لا، إجابة خاطئة. أيوة، يبدو أنك ما تابعت القصة. لا، محافظة. إنه تابعت بداية الفيلم. تمام، الآن سؤالي لك، مديرية الأزارق تتبع أي محافظة؟ محافظة البيضاء. البيضاء إجابة خاطئة، وأعتذر منك، شكرا جزيلا لك، إجابة خاطئة، البيضاء للأسف، الأزارق لا تتبع البيضاء. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ ألو السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. طيب عشان تسمعيني بصوت واضح، وطي صوت التلفزيون، اسمعيني من التلفون لو سمحتي. من معنا؟ عائشة بكر فايز. عائشة سيف. عائشة
سعيد. عائشة أبكر، من أي محافظة يا عائشة؟ من عدن من البريقة. من عدن البريقة. من عدن البريقة. أيوه. طيب صوتي ما زال مرتفع عندك، يعني أنك فاتحة صوت التلفزيون، وإن شاء الله تسمعي السؤال بشكل صحيح. السؤال: كم عدد الأسر التي تعاني من أزمة المياه في مديرية الأزارق في محافظة الضالع؟ كم عدد الأسر؟ كم عدد الأسر؟ أيوة، التي تعاني من أزمة المياه، واسمعيني من التليفون بيكون أفضل. طيب أعطيني اختيارات. ما فيش اختيارات. طيب بسألك السؤال اللي كان للمتسابق اللي قبل. السؤال: أي محافظة تتبع مديرية الأزارق؟ الضالع. أي محافظة؟ الضالع. الضالع إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. يلا شكرا. طيب والسؤال على الأسر للمتصل الآن معنا. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام وبركاته. من معنا؟ هذا محمد عبد. عيد الاسمك. هذا محمد عبد. عابد احمد عبده. ايوه، من تعز. من تعز. عابد، يا عابد سؤالي لك: كم عدد الاسر أيوة التي تعاني من ازمه المياه في مديريه الازارق في الضالع؟ ما هو عدد الاسر؟ ايوه، كم عدد الاسر؟ كم عدد الاسر؟ كم؟ ايوه معك، وانا معك. كم عدد الاسر التي تعاني من ازمه المياه؟ عدد الاسر التي تعاني كم؟ أربع أسر. أربعمية أسرة. أيوة. أربع أسر ولا 400 أسرة؟ 400. وإجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. مبروك لك، إجابة صحيحة، 400 أسرة. فعلا عدد الأسر التي تعاني من أزمة المياه في مديرية الأزارق. اتصال أو نذهب للقرعة شباب؟ طيب الآن سنختار القرعة عن الفائزين معنا بسؤال حلقة أمس، ولدينا 3 فائزين وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. وكان اللي كان كلام شيء تكلم أول قبل شوية سؤال أحد المتصل: عندما متى سيتم تسليم الجوائز؟ بالكثير خلال يومين، يعني بعد انتهاء الحلقة يتم التواصل مع الفائزين وأخذ بياناتهم الشخصية، وفي اليوم التالي يتم تحويل المبالغ المالية لهم حيث ما كانوا في أي منطقة من مناطق اليمن. طيب الآن سنجري القرعة وسنختار 3 فائزين معكم على الهواء مباشرة، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. وكان سؤال حلقة أمس: المنطقة التي كانت منها قصة الأمس كم تبعد عن مركز المحافظة؟ والاختيارات الثلاثة كانت 150 كيلومتر، 250 كيلومتر، 300 كيلومتر. الإجابة الصحيحة كانت الاختيار رقم 1، عزلة الجرشة كم تبعد عن مركز محافظة مأرب؟ وكانت الاختيار، فكانت الاختيارات الثلاثة: 1 150، الاختيار الثاني 250، الاختيار الثالث 300 كيلومتر. الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 1. الآن سنختار أول فائز معنا في هذه الحلقة وقيمة جائزته 50,000. بسم الله. مبروك إذن لصاحب الرقم 7366-86606. طيب متوصل يا شباب؟ طيب حتى يظهر الرقم على الشاشة، هذا هو الرقم، ممكن يدخل على الجيمي أوزان. طيب طيب أوزان. طيب إذن هذا الرقم، الرقم الفائز معنا الأول على الشاشة، الرقم ظاهر على الشاشة في البريفيو اللي تحت. تمام. طيب إذن مبروك لصاحب الرقم 7366-86606. إذن أول فائزين معنا في سؤال حلقة أمس وجائزته 50,000 ريال. طيب لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الأخ سامي؟ الحمد لله. من معنا؟ معك مازن محمد قاسم. مازن محمد قاسم، من فين يا مازن؟ من أي محافظة؟ مدينة الشعب عدن. من مدينة الشعب عدن. كيف حالك يا مازن؟ والله الحمد لله بصحة وعافية.
طيب مازن سؤالي لك، معنا الخط يعني. مازن سؤالنا لك، كم تبعد مديرية الأزارق عن مركز محافظة الضالع؟ كم تبلغ؟ طيب لحظة لحظة لحظة، ايش بتعمل يا مازن؟ ايش بتعمل بتقولي لحظة؟ نتأكد من المعلومات. من فين تتأكد؟ من الدفتر. معك دفتر كاتب فيه؟ أكيد. طيب الدفتر هذا وينه؟ طولت؟ موجود. خلاص 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص. طيب نعم. متأكد؟ إن شاء الله. إجابتك صحيحة ومبروك لك 50,000 ريال مازن من عدن. مبروك. تسلم، الله يحفظك. شكرا لك. طيب شكرا لك مازن. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ كمال سعيد أحمد صالح. كمال سعيد أحمد صالح، من فين يا كمال؟ من تعز الحوبان. من تعز الحوبان، أهلا بك يا كمال. كمال سؤالنا لك، من الذي يقوم بمهمة جلب المياه إلى المنازل؟ من اللي يقوم بإيش؟ بمهمة جلب المياه إلى المنازل. والله هذه ما شفتش أنا، أنا شفت الإنقاذ من البير. أيوة، الإنقاذ من البير، وثم تركيب باقشن في بير الأربع قرى. أيوة. طيب سؤال، هذا السؤال المطروح لك الآن، من الذي يقوم بمهمة جلب المياه إلى المنازل من مديري في مديرية الأزارق؟ عندك إجابة؟ تركيب الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية، كيف الطاقة الشمسية؟ أيوة. هي اللي تروح تجيب الماء، ما ينفعش. أهلا القرى. من؟ البنات أهل القرى اللي كانوا يطلعوا الماء. أيوة، هو السؤال الآن، من الذي يقوم بمهمة جلب الماء؟ من؟ والله السؤال سهل. والله يا ما شفت، أنا مسجل عندي قرية المعلايات بير لأربع قرى، وتم تركيب طاقة شمسية بس للإنقاذ من البير. طيب من اللي يروح يجيب الماء من البير؟ والله هذه ما شفتش، ما ادري كيف. طيب عندك اجابه الان؟ خطوه عشوائيه. من يقوم بجلب الماء من الى المياه من الى المنازل؟ عندك اجابه؟ البنات. من؟ ليش مستحي جاوب؟ من؟ الو. ايوه، من الذي يقوم بجلب الماء؟ أهل القرى. من؟ البنات أهل القرى. البنات، النساء. أيوة، إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000. يلا شكرا لك. بس مالك يا كمال، كنت متردد، مالك يعني؟ قول النساء البنات، مالك خايف؟ قلت مالك البنات، بس أنت ما قلت لك تركيب الطاقة الشمسية، وأنت قلت لي من يجيبها، وقلت لك البنات. ايوه تمام، لانه كيف الطاقه الشمسيه تصير في الدماء. خلاص تمام، شكرا لك. تمام، المشكله يا كمال لانك تسمعني من صوت التلفزيون فصوتي يتاخر عندك. شكرا لك يا كمال. طيب اتصال اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا اخي؟ الحمد لله، من معنا؟ معك محمد علي. محمد علي، من فين يا محمد؟ من عدن. من عدن. عدن، نعم. ايش السر يا محمد، اصحاب عدن اكثر الاتصالات من عدن، ليش؟ والله ما ادري، اليوم موسمهم. ها؟ اليوم يومهم يمكن. اليوم وكل يوم. ها؟ لا لا، اليوم بالذات بشكل يعني كثير. طيب ايش رايك، خلاص يعني عشان نتيح فرصه للمحافظات الثانيه نعتذر منك يا محمد، ايش رايك، ينفع؟ عادي. عادي. ايوه عادي، ما فيش حاجه. ما بتزعلش؟ لا لا والله عادي. والله والله العظيم عادي، ما فيش حاجه طلعنا لا، حظك قد وصلت معنا. طيب محمد سؤالي لك، ما هو المرض المنتشر في المنطقه بسبب تلوث مياه البئر؟ يعني في تلوث بالمياه في البئر، ففي مرض منتشر في المنطقه، ايش اسم المرض؟ الملاريا. لا مش الملاريا. والله
والله يا اخ سامي في الكهرباء طفت وانا اتابع الفيلم طبعا. ما تابعت؟ تابعت نص الفيلم ونص الفيلم طفت الكهرباء. طيب هو واحد من الامراض والاوبئه المنتشره كثيرا في اليمن. هو حمى الضنك. لا خلاص اخر فرصه لك. قريب من الملاريا على نفس الوزن. لا الملاريا ولا حمى الضنك، ساعدتك مرتين، المره الثالثه الاخيره لك الان. على نفس الوزن نفس يعني الملاريا ايش؟ والله من الامراض الكثيره المنتشره. يعني لا لا الضنك ولا الملاريا. ايوه. حاجه على نفس وزن الملاريا ايش؟ ما ساعدنا يا اخ سامي. انا ساعدتك الان. طيب. طيب. ايش؟ لا الملاريا ولا حمى الضنك. والله ما ادري. ما تعرف الاجابه. يلا تمام انا اعتذر منك، شكرا جزيلا لك محمد من عدن. والاجابه سهله. اتصال اخر. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ مأمون. مأمون؟ أيوة. مأمون من أي محافظة؟ محافظة تعز. من تعز، مأمون من تعز. يا مأمون ما هو المرض المنتشر في القرية بسبب في المنطقة بسبب تلوث مياه البئر؟ محافظة تعز. تمام انا عارف انك من تعز. انا اسالك الان السؤال، ما هو المرض المنتشر في مديريه الازارق بسبب تلوث مياه البئر؟ ما شاهدت الفيلم كله كذا، انا شاهدته قليل. لازم انك تتابع الفيلم عشان تعرف الاجابه. طيب خمن اي مرض الان؟ يعني زعلت منك. الملاريا. الملاريا اجابه خاطئه. يلا اخر فرصه لك. ما لا يشاء. الو. ايوه. يا نسمة والله انا اكثر من 100 سنه. اي أيوة والله للاسف، يعني لانه لازم انك تتابع القصه عشان تعرف الاجابه، ولذلك انا اعتذرت لمحمد قبل قليل من عدن قال الملاريا و سؤال ثاني. هو هذا السؤال المطروح الان. سؤال ثاني. السؤال المطروح هذا الان، نخلص هذا السؤال بعدين ننتقل لسؤال ثاني. ايوه فشكرا. الكوليرا. مرض ايش؟ الكوليرا. على ايش؟ ارفع صوتك. يعني ساعدنا شويه. تمام، قل لي اسم المرض المنتشر في المنطقه، ايش اسم المرض؟ ساعدنا شويه. طيب ساعدني انت تقول الاجابه، قول اجابه. كوليرا. اي شو؟ الكوليرا. الكوليرا إجابة صحيحة وخمسين ألف، وأنت شكلك بس ضربة حظ جت معك. هو هذا الحظ، الكوليرا إجابة صحيحة وصاحبنا خمن، والله ما غير أنك خمنت، لا تابعت ولا شيء. طيب إجابة صحيحة. الآن نعمل قرعة ونختار الفائز الثاني. طيب الآن سنجري القرعة ونختار الفائز الثاني معكم مشاهدي الكرام. موصول عندكم يا شباب؟ يلا إن شاء الله. بسم الله، نتابع على الشاشة الأرقام وسنختار الفائز الثاني. بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 7376244462. مبروك إذا لصاحب الرقم 7376244462. مبروك لصاحب الرقم الظاهر معكم على الشاشة وجائزته 50,000 ريال، وكانت الإجابة الصحيحة لاختيار رقم 1. اتصال آخر. الو. الو. ايوه. الو من معنا؟ معك احمد فؤاد استاذ سامي. من؟ احمد فؤاد. احمد منور يا سامي، الله يحفظك. حياك يا حبيبي احمد فؤاد. احمد من فين يا احمد؟ من عدن يا استاذ. من عدن يا احمد. يا احمد كيف اصحاب عدن ماسكين الاتصالات اصحاب عدن؟ كيف عاملين اصحاب عدن ماسكين الخطوط كلها انتم؟ يا اخي هذا من كثر الحب، من كثر الحب هم بيحبوكم كثير.
نحن نحبكم كثير. طيب يا احمد، يمكن لانه الارقام الارضيه هي تبدا بمفتاح عدن، فيمكن ربما في بتكون الفرصه اكثر. طيب احمد فؤاد، يمكن لانها العاصمه المؤقته للبلاد، يمكن صح؟ لا لا مالوش دخل، لا دخل. مالوش دخل، مالوش دخل. طيب يا احمد، سؤالي لك يا احمد، ما اسم بطلة القصة التي كانت تدرس في الصباح كما تابعنا في الفيلم وتذهب لجلب الماء بعد الظهر وظهرت تتحدث؟ يعني هو كثير من النساء في المنطقة يعانون من هذه الأزمة، لكن في إحدى الأخوات ظهرت في الفيلم تتحدث، من هي؟ ايش اسمها؟ الطالبة قصدك؟ ايوه. طيب أعطيك اسم الطالبة بس ولا أعطيك كمان اسم الدكتور واسم الطالبة؟ هي فريال. أنت تعطيني اسم الدكتور وأنا أعطيك اسم البنت. أنا بعطي لك الاثنين. طيب أعطيني الأسماء. فريال. من؟ الطالبة اسمها فريال. 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 فريال، تمام، واسم الدكتور؟ إيه. عبده غالب هادي. يا سلام، تستاهل 50,000 ريال لأنك جاوبت على سؤالي. مبروك لك 50,000 أحمد. حبيبي الله يحفظك. مبروك لك أحمد. طيب هو أجمل شيء أنك تكون متابع وتشارك وتكون ملم بالمعلومات. وهذا هو الهدف من البرنامج. طيب مبروك لك يا صاحبنا أحمد فؤاد من عدن، ولن نختار الفائز الثالث عن سؤال أمس وقيمة جائزته أيضا 50,000 ريال. اتصال نحن طيب عادي اتصال. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ أيوة معك سالم المرعي. محمد شايف؟ ايوه معك. طيب اسمك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله وبركاته، من معنا؟ من؟ فهد. فهد محمد علي. فهد محمد علي، نحن عندنا محمد علي. معنا مشكله، نحن اليمنيين نتكلم بسرعه بموضوع الاسماء. فهد محمد علي. سامي سامعنا. ليش؟ مستعجل يا فهد؟ ايوه معك. طيب فهد اسمعني من التليفون. لا مش مستعجل. أيوة شوف أنت تأخر الآن بالرد عليه لأنك تسمعني من التلفزيون، اسمعني من التليفون علشان ما يكونش في تأخير لو سمحت. أسمعك الآن من التليفون. طيب السؤال، المضخة التي المضخة التي تم عمل المشروع من خلالها لتزويد الناس بالماء، هذه المضخة تشتغل على إيش؟ إيش السؤال؟ المضخة، مضخة المياه. مضخة المياه تشتغل على الديزل. على الديزل؟ على الديزل يا. متأكد أنت؟ مضخات تشتغل بين معانا، مضخات تشتغل على الديزل بين مضخات على طاقة شمسية، لوعة شمسية. لا أنا مسألك شنو إيش عندنا باليمن إيش يشتغل مضخات، أنا سؤالي محدد لك، المضخة اللي تم عمل المشروع فيها عشان نساعد الناس موضوع الماء، هذه المضخة التي في المشروع تشتغل على ايش؟ اللي تابعتها في الفيلم؟ تشتغل على الديزل، على الديزل. على ايش تشتغل المضخة؟ مش الديزل، الديزل لا. على الديزل. لا الديزل لا. على الطاقة الشمسية، الطاقة. يا سلام عليك، مبروك لك 50,000 ريال. يلا شكرا. يلا مع السلامة، مبروك لك 50,000. طيب نجري القرعة ونختار الفائز الثالث. طيب والفائز الثالث معنا عن سؤال حلقة أمس، بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 77056-4127. إذن مبروك لصاحب الرقم 77056-4127. مبروك لصاحب الرقم الظاهر معنا على الشاشة 50,000 ريال. مبروك للفائزين الثلاثة، ولحظات ونتابع معكم على الشاشة ثلاثة الأرقام الفائزة عن سؤال حلقة أمس، وكان الاختيار الصحيح رقم 1. مبروك للفائزين الثلاثة 7366-8666، ومبروك لصاحب الرقم 7376-4462، ومبروك لصاحب الرقم 77056-4127.
وإليكم الآن مشاهدين على الشاشة سؤال حلقة اليوم، سؤال واتساب، ويمكنكم الإجابة على السؤال من بعد انتهاء الحلقة وحتى الغد. والسؤال على الشاشة يقول: كم عدد القرى التي تعتمد على بئر الأزارق؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 3 قرى، الاختيار الثاني 4 قرى، والاختيار الثالث 5 قرى. كم عدد القرى إذن التي تعتمد على بئر الأزارق؟ الاختيارات الثلاثة هي 1 3 قرى، 2 4 قرى، 3 5 قرى. فقط أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذا تابعنا معكم مشاهدينا سؤال حلقة اليوم، بإمكانكم الإجابة على هذا السؤال من خلال رقم الواتساب الخاص في البرنامج، وغدا سنجري القرعة ونختار 3 فائزين، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. انتهت حلقة اليوم من حيث الإنسان، نلقاكم غدا وحلقة جديدة. في أمان. انظر من قلبك سترى نفسك في الغير، وستعرف ما تحدثه لمسة أحسن. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث حكايه.